شمع طب طب لحم خبط ولحم طب طب. أنا طب طب عفريتة شقية فكهية من الشوى عشرية. أنا طب طب عفريتة شقية فكهية من الشوى عشرية.
ذهب ولا في مضموني انت ابيض وعطلطل اسود بس انا مش محتاجه مناقشه املت عقولكم سالوني انا قدش لكن حسي فريد حبيب ورومانسي واسمي وحيد وصور فيلم قديم وجديد ابيض باسود منبوس نقشه جنن. اوب 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 ايه ده ايه ده ايه ده مش ممكن انت شايف ايه صندل نعر الجب ما حصلش انت بتبص على محل جزم انا ببص على الجزم وعلى اللي لابسين الجزم صدق انت مخك عايز لبيسة فوريك يا ابني مفيش حاجة اسمها فور في الطاولة عملوها جديد ها؟ انا هشرب نسكافيه تشربوا ايه انا عاوز عصير تفاح بالبيكنج باودر وانا عصير سبانخ بسحاب صغيرين اه ما هو انا الشغاله اللي جابها لكم ابوكوا يا فشله الست دي متضايقه قوي كده ليه شش يلا فوريك قوم يا قوم يا يا عم دي طريقه جديده تهبل ولا ايه الله كمل رد على التليفون يا عبد الحليم حافظ يا محرم يا فؤاد رد يا حبيب ابشروا ابشروا يا حسالة المجتمع ابشروا الحلوة ضحكت لي هي مين دي الجزمة الحمراء طب روح بقى رد على التليفون قبل الجزمة البيضة ما ترد ماشي ايه حكاية الجزمة الحمراء هو لابس فرقة حمراء بعد عنك ربنا يكفيك شر المرض ايه الواد ده لبس الجزمة على كبر سبحان الله وبعدين يا راجل ده بيلبس الجزمة بيسخن لا اله الا الله وبعدين والله مبهر طب لو جزمة مرباط هيتخنق طب لو صندل هيجي له برد بس السلام عليكم مرحبا يا بوي مرحبا بيك يا ابن الخال مالك انا في ايه هو ابن عم انا عارفه متنكر في زي راجل وعرفت منين عرفت منين ايه في شفره في سيم بيني وبينه انا اقول له مرحب يا ابوي هو يقول لي مرحب يا ابن الخال طب بص بالراحه معاك قول لي كده قول لي اقول لك ايه مرحب يا ابوي مرحب يا ابوي مرحب يا خال عادي جدا دي طبيعيه جدا صح ايوه خلاص انا هحطه تحت المراقبه ابشروا يا جماعه ابشروا جنة اورطر لا بصوت واطي عشان تقطع لو عرفت حكايه الاوردر ده ممكن تبوظه لنا طب ما هي لما تشوفنا خارجين احنا الثلاثه هتشك في امرنا خلاص سيبولي انا المساله دي انا هتصرف فيها طب بدي لوش انت بتلعب بعشيتك وعشيتي سيبني بقى عشان دي طريقه جديده طب استقبل ولا ايه انا اديك وبعدين انت بتقرص في الاشاره هتلعب عدل ولا قولي هنولي ايه كسبتي عجله عجله ايه انا نجحت في اختبار المضيفات انسي يا ماما انسي مضيفات ايه انت فاكر ان انا هوافق لا يمكن انا مراتي تبقى في طياره وانا في ميكروباص يا عم ميكروباص ايه بتقول لك مضيفات يعني هتلف العالم بالطيارات يا سلام يا سلام لو انا كمان ابقى كابتن طيار كابتن طيار ايه انت كبيرك كومسارف قطر المغربلين يا راجل قمر قدامك حل من الاربعه يا انا يا الضيافه والاثنين التانيين مش مهم مين قوي اه الضيافه طبعا ايه 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 بس كمل هكسر الطاوله كده يا عم سيبني العب براحتي انت بتعرف تلعب ولا تتنيل اقول لك على حاجه مفيش لعب شيل ايدي شيل ايدك يلا يا اولاد اسخوا معقوله كل ده نوم يلا بقى حبيبتي طقطق انا شعرت ببعض الملل فذهبت لكرنس وفرجة شعر بوعكة فصافر فقوس
ومنظر لم يشعر بشيء، لكنه رحل للسلوم من باب الاحتياط. حب الوحيد، إذا شعرت بالوحدة أنا حجز لك سويت في أبو سلطان. حبيبك تتالى. أبو سلطان؟ العيال بيتعفرتوا عليا يا نقنق. يا نقنق، العيال ضحكوا عليا بأنهم رايحين تصوير. انتر الأهرام. فانتوماس، دي عايزة نص نعم، ودي عايزة كعب، ودي عايزة لوزة،
ودي مش عايزة لوزة ودي مش عايزة حاجة. لا دي عاوزة ربع كعب. ودي عايزة أبزيم. تعالى. ودي عايزة بيضة. ودي عايزة صفرة. ودي عايزة جزمة. ماني ماني ماريا ماريا دي تاليانو ماريا ماريا. لا والنبي يا عبدو لا والنبي يا عبدو لا والنبي. الو الحقني يا برج الغرام. البرج يجيب حاول. قلبي في خطر. متأسفة شوف لك مطار تاني انزل فيه. ويهون عليكي برضو تسيبيني تايه في السما. مش انت اللي عايز كده؟ وده معقول برضو يا حبيبتي؟ امال ليه عملت تطير من مطار لمطار وناسيني؟ انساك ازاي؟ انساك ازاي وقلبك هو المطار الوحيد اللي برتاح فيه من عذابي ووحدتي؟ ولحد امتى هنفضل بعاد عن بعض؟ خلاص يا حبيبتي هانت كلها كام يوم وماما صحتها تتحسن وساعتها مش هيبقى ناقصنا غير واحد بعمه وفي ايده دفتر واتنين شهود. هخليهم اربعه عشان خاطري. ده ايه ده ايه ده ايه الميه دي؟ اصلي في الحمام يا حبيبي. نعيما يا روحي. متشكر. انتي بقول عندك طيران بكره. وبتسال ليه؟ عشان عايز اشوفك واقضي معاك اليوم بحاله. انت عايز كده؟ انا بتمنى يكون كده. وانا مستنياك. مع السلامه. باي 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 باي. ايه ده استقالتي؟ ماي ريزيجنيشن. ريزيجنيشن؟ عايز تسيبني يا فانتوماس؟ عايز تسيبني؟ انا ما اقدرش اقعد في مكان شبح المأذون بيخيم عليه. يا شيخ بلاش كلام فاضي من ده. وانا بتاع جواز برضو. انا بتاع حب وطير. بعدين انت عرفت الموضوع ده منين؟ من مكالمتك مع منى حسيت ان نهايتك هتكون على ايديها. موني كمان سافا؟ سافا بيا. عامله ايه؟ كويسه؟ اه سافا. سافا بيا. اخبارك ايه؟ كويسه. ريلاكس ريلاكس خالص. ريح نفسك ريح نفسك. اهدى اهدى واطمن. انت في ايد امينه ان شاء الله. دلوقتي يا سيدي بكل صراحه ووضوح تقدر تقول لي ايه عقدتك؟ الناس بعريه دكتور يقولوا لي هزار ولا عندك حق بتعيط ليه؟ محدش غلط فيك. محدش غلط فيك يا حبيبي. رجلك فوق رجلك فوق. اي اخرس. رجلك فوق رجلك فوق. ده اسمه كلام؟ سايب نفسك ده كله ليه؟ كان لازم تيجي للدكتور من زمان. لكن حظك كويس انك جيت لي في الوقت المناسب. يا ساتر يا ساتر ده انت حالتك مهببه خالص. حالتك زي الزفت. لكن الحمد لله الحمد لله ان انت جيت لي وهتبقى زي الفل. انت جيت لي في الوقت المناسب. يعني في امل يا دكتور؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اطمن يا ابني. لحظه واحده لحظه واحده. تعالى تعالى قول ورايا قول ورايا بكل جرأة وقوة. لازم يبقى عندك إرادة. قول أنا مش قصير أزعى أنا طويل وهبل. أنا مش قصير أزعى أنا طويل وهبل. قول يا حبيبي قول. أنا مش قصير أزعى أنا طويل وهبل. علي صوتك. أنا مش قصير أزعى أنا طويل وهبل. بسم الله ما شاء الله. شفت طولتي 5 سنتي أهو. بسم الله ما شاء الله. عايزك تقولها طول الوقت. بتاكل بتشرب بتستحمى بتنام تقولها على طول. وتجيلي بعد 3 شهور هتبقى زي الفل إن شاء الله. بالسلامة بألف سلامة بألف سلامة. ساكت ليه يا ابني؟ قول انا مش قصير ازعى انا طويل وهبل. قول يا حبيبي. قصير ازعى انا طويل وهبل. برافو عليك. بالسلامه. قصير ازعى انا طويل وهبل. ربنا يعفى عنك يا حبيبي. قصير ازعى طويل وهبل. يا رب يكرمنا جميعا. برافو عليك برافو عليك. انا مش قصير ازعى انا طويل وهبل. انا مش قصير ازعى انا طويل وهبل. مش قصير ازعى انا طويل وهبل. قصير ازعى انا طويل وهبل. امشي سروزع 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 انا طويل وهبل. لا حول ولا قوة الا بالله. لا مؤاخذة يا دكتور. اقعد. نعم بقول لك اقعد. الدخول هنا بالدور يا ولد. بالدور؟ لا انا اصل. ولا اصل ولا فصل. شكلك ايه اما دخلك قبل الناس دي كلها اللي مستنيين؟ هم مين المستنيين؟ انت اعمى ولد ولا ايه؟ بونسوار مدام. ازي الصحة يا باشمهندس؟ باشمهندس
لا مؤاخذة أنا أصل نظر ضعيف مش شايف حد خالص. مش مشكلة دلوقتي تقدر تخش. معقولة أخش قبل الدور بتاع الناس اللي مستنيين دي؟ أهلا يا باشمهندس، إزيك يا حاج، أخبارك إيه والعيال عاملين إيه؟ بقى في كام دلوقتي؟ في تالتة ابتدائي ما شاء الله. لا كويس خالص الحمد لله. فين الناس دي؟ أنا مش شايف حد خالص، أنت مجنون ولا إيه؟ ما أنا قلت لسيادتك أصل أنا نظري ضعيف ما بشوفش. نصلحهولك تعالى. لا شكرا مش عايز. ولد قلت لك تعالى. معدتي تعبانة مش قادر يعني. بقول لك أنا صاحب العيادة دي وكلمتي تمشي تعالى. أصل أنا لسه راميها خلاص مش عايز. ولد ما تعصبنيش. في إيه؟ لا فيش. تعالى 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 هلسعك في قرطك اللي قد السوبر جيت دي. تعالى تعالى اقعد اقعد ارتاح ارتاح ريلاكس خالص افرد رجلك ريلاكس ريلاكس عيش ريلاكس ريلاكس عبيط ولا ايه؟ اهدى ولد ريلاكس هلسعك بقولك ولد دي بتاعك ريلاكس دي بتاعت الريلاكس؟ ايوه اه شكلها صح. اهدى اهدى ولد مش معقول ولد بقول لك ما تعصبنيش اهدى خالص ريلاكس ريلاكس انا الزمان هدني ولا حد بيودني ولما اقول الناس تقول الناس تقول الله ما جبتش الشريط ولا يا ولد يا دكتور حضرتك بتعمل ايه؟ دي مزيكا يا بابا مزيكا عشان ترتاح وتبقى ريلاكس 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 اهدى خالص دلوقتي بكل وضوح وصراحة تقدر تقول لي ايه عقدتك؟ صراحة دكتور انا عقدتي الستات. اومن 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 اه نفس المشكلة مش لاقي ست تحبها. بالعكس يا دكتور الستات على قفا من يشيل ده انا مش عارف ازوغ منهم ازاي مش عارف اهرب منهم ازاي. اه ستات كبار في السن عواجيز في منتهى الدمامة بيطردوك وعايزين يجوزوك. ما تخافش يا ولد هحللك المشكلة دي. معاك عينة؟ عينة دم ولا؟ اخي انت في الحوض المرصود ولا ايه يا ولد؟ اهدى صور من معجباتك. انا صراحة يا دكتور معايا عينة يعني من الصور اهو تمشي حالك بيها تاخد هات. فكرة عنهم وخلاص. هات 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 اتفضل يا استاذ. دي موشي يانغ هونغ كونغ سي سوزانا اوف تكساس مس انجلاند ماريا ايطاليانو برونتو مس ايف دي فرانسي جي سوالا استاذ منير استاذ منير كل دول بيحبوك للاسف. ايوه بيموتوا في دباديبي دباديبي دباديبي. استاذ منير اقف لي سؤال احب اساله لك بتكلمهم ازاي بتقابلهم ازاي بيقولوا لك ايه وبتقول لهم ايه؟ دكتور دكتور مالك يا دكتور مالك يا دكتور قبلكاش خشبه خشبه يا سيدي خشبه قبلكاش اهو كله موبيليا مالك ايه كحة عندك كحة عندك ايه عندك كمان يا خبر ابيض انت جاي لي انا عشان انا ايه انت اللي هتنقذني يا دكتور أنا. انت اللي هتنقذني انا خلصني أنا. منهم خلصك من مين يا ولد من كل البنات اللي في ايديك دول دكتور مين يا حبيبي دكتور مين يا ابني ده انت اللي دكتور بس يا دكتور بس يا دكتور بس 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 يا دكتور اصل انا سعيد بمعرفتك قوي وبكون سعيد بعزيت معلش معلش بصراحه انا كمان سعيد قوي بمعرفه حضرتك يعني نخش في الكشف نخش هتخش تعالى تعالى انا اتفضل لا حول الله يا رب لا حول الله ها دكتور ها اخش اخش الكشف مش قادر مش قادر اتاخر انزاح لا حول الله يا رب لا حول دكتور مجنون يا دكتور اسكت اسكت دلوقتي تقدر تحكي لي كل مشاكلك وعقدك بالظبط انا عايز اسالك سؤال يا دكتور بجد انا متضايق لك يعني عايز تسال ايه اقول لك اقول لك اه يابا يابا يمكن ايدك مثلا ولا حاجه لا مش ايدي مش ايدي رجلك اسكت اسكت النضاره انت شبعنا المضيفات هم اللي بتحبوهم
هو ده السؤال يعني؟ لا بسيطة خالص، لأن هما استحالة يتقابلوا مع بعض، كل واحدة من بلد زائد لغتهم مختلفة، استحالة يتقابلوا مع بعض. أستاذ منير اسمح لي أنحني قدام ذكائك وعبقريتك. لا دي حاجات بسيطة يعني يا دكتور، المهم دلوقتي أنا كل اللي طالبه منك إن أنا ما افتكرش أي حد غير منى حبيبتي وبس. حالتك بسيطة قوي خالص، هي كانت خطيرة بس أنت حظك كويس إنك جيت لي في الوقت المناسب. الحمد لله، يعني أنا هنسى كل الناس وما افتكرش غير منى؟ هتنسى. ولو شفت أي جزمة بعد كده ما انساقش وراها؟ مش هتنساق. تكلم جد يا دكتور؟ صدقني بتكلم بجد، بقول لك ايه؟ أيوة. قول لي بسرعه وبتحديد اول ميعاد امتى ومع مين؟ ايه اللي اول ميعاد امتى؟ انت هتعلق الحريم بتوعه ولا ايه؟ حريم مين يا معفن؟ انا بعرف انضف حريم في البلد. يعني ايه؟ يعني انا حريم اللي بعرفه مش نضاف ولا ايه؟ طب تضربني في عيادتي يا ولد؟ اه بضربك في كتفك كمان يا ولد. دلوقتي هتشوف ميس هوشونج كونج ديت هتدخل وهتندم انها عرفت واحد زيك. سينجانجا سينجانجا مين دي كارينا؟ انا مين انا؟ بس ليه بقى؟ لانها هتلاقي في الانسان الياباني الموجود كتير في بلادها، يبقى ايه الداعي بقى انها تستورد واحد من المراتراتين عندها؟ اوهايو غوزايماس. اوهايو موزايو بار. اوهايو غوزايماس. اوهايو غوزايماس. اوهايو غوزايماس. اوهايو غوزايغال. اوهايو غوزايماس. اوهايو غوزايوماس. هما بيعملوا كده ليه؟ هش اعمل كده زيهم وخلاص. اوهايو غوزايماس. اوهايو غوزايماس. اوهايو غوزايماس. اه يا ظهري ماس. أيوة مساي. ظهري كاغا ديسكا. ايوه ديسكا جالي ديسكا يعني. يا دكتور. ايوه يا داترون. ايوه يا دكتور. ايه في ايه؟ تعال يا سيدي شوف الحكايه دي ايه. في ايه؟ واتاشي ما انا توعشتي ماس. شفت يا سيدي، بتقول ان هي بتحبني دلوقتي اكتر من الاول. بجد؟ اه. طب بقول لك إيه؟ قول لها لو في واحده صاحبتها عايزه تحب واحد انا موجود. لا 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 اختشي بقى، بطل قله حياة، عيب هتفضحنا قدام الاجانب. والنبي قول لها. لا لا عيب يعني. خلاص هقول لها هرشتي كلامبو هسي تي 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 تو 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 لا 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 موتو موتو عايشتي كوداساي. قالت ايه؟ مش عارف بس تقريبا بتقول مفيش يعني حد تحب ولا حاجه. يا خسارك تا 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 تاس. اه فعلا انت حظك وحش يا اخي. انا عارف انا منحساس طول عمري منحساس، حظي وحش يا ساس. ايه حظ وحش فعلا. ايه قالت لك؟ ايه قالت لي؟ ايه اه ايه تا تا تاس. اه وايه ده اللي انت جايبه؟ كوريا اومياجي ديس. كولوميا ديديس. جابت لك كولوميا ديديس؟ جابت لي هديه. يلا طب ده حلال وتستاهل ديس. اه ليه سندوتش مثلا ولا ايه؟ انا عارف شكلها كده سندوتش ديس شكلها. افتح هتس. لا يا راجل انت كل حاجه هتاخدها على بقك. ده قباب قباب ياباني. اوه كل ستا تي 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 اوروشي كلام موسى هاوتا ايدو روح بسلاموتو بسلاموتو. تعال هنا. هم رايحين فين؟ مالكش دعوه، استمر انت استمر. او كاسيتي مكاتا هات سوماتا كاسي كنتون صوتي كيتي مكاتو سالك لهنا حنطان رابوستي كتلاتي ترا تن 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 تعبيت بوستي انتي تعبيت تأتيتي لكاتا تن. لحم خبط ولحم طبطق عالشاشة يا باشا مع طبطق. لحم خبط ولحم اسود كل الافلام ابيض واسود الدنيا هي ومش هي عسل ابيض
الساحة العسل السويد أبيض السويد أبيض السويد أبيض السويد أبيض السويد